ضحك ومرح. يخيل إليك أنها جلسة سمر بين عدد من الأصدقاء، لكنك إذا أمعنت النظر قليلا ستكتشف أنها في الحقيقة جلسة تدريبية في الهواء الطلق، تبدأ بها أولى خطوة لإعداد جيل جديد في صناعة الإعلام. ومن هنا تبدأ تحقيق هذه المهمة. من كايرو ميديا سكول، هذا الصرح الوليد الذي فتح أبوابه لنحو 400 متدرب ومتدربة على مدار عامين، واستطاع تخريج نماذج ناجحة باتوا سفراء له في سوق العمل المحلي والأجنبي. كايرو ميديا سكول بدأت في أبريل 2016، بدأت عن طريق هيثم الصاوي، هو اللي أسس كايرو ميديا سكول. كانت واحدة من أهم أهدافها إن هي تخلق مجموعة من الإعلاميين الجداد. عندنا خطة محترمة في 2018 بنتوسع أكبر عشان نوصل عدد الخريجين من السكول بشكل شهري من 80 ل 100 شخص. قاعات تتجهز لدبلومات العام القادم، وأخرى يجري فيها العمل على قدم وساق لتخريج دفعات جديدة. خطط توضع لتنفيذ المشاريع العملية، ويتخلل ذلك نقاشات جانبية تفتح المزيد من الآفاق أمام الدارسين. بيبقى في جزء نظري وجزء عملي، اكيد معتمدين في ورش كتير جدا عندنا على الجزء العملي، لان هو اللي بيؤهله ان هو ياخد الضوء الاخضر ويطلع للاعلام. نعم، فالتدريب العملي اكثر ما كان يسعى المتدربون للحصول عليه، وقد وفرت لهم كايرو ميديا سكول هذا الشق العملي، بدايه من تعريفهم باهم التقنيات المستخدمه في المجال، ووصولا الى تدريبهم على القيام بمهام الاعلاميين المختلفه. ثقه الوقوف امام هذه العدسه كانت أهم تعلمه المتدربون. وإلى هنا تنتهي مهمة الخمسة أيام لإعداد إعلامي لتبتدي مهمة جديدة واقتحام سوق العمل. من كايرو ميديا سكول كانت معكم يمنى الحديدي.